نختم بالخبر الأخير وتصريح لصدق بالعيد العميد صدق بالعيد اللي يخاطب رئيس الجمهورية. شنو يقول له مختار؟ يقول له حاجة محزنة تستبله في الشعب التونسي إلى هذه الدرجة، وكان ذلك في تصريح لإذاعة شقيقة. صحيح، أنت الكلام هذا كي تجي عند العميد صدق بالعيد، شنو هو الأمر في المرسوم عدد 30 متاع ماي 2022 يصدر بتسمية العميد صادق بالعيد الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة. أنا الحقيقة من اللي هبط النص والرئيس أكد قال استشارية وقال رئيس منسق ويعودها شفويا بعد الرئيس يقول استشارية، كنت شممها الحقيقة، وتعرف علاقتي حتى بالموضوع بتاع حضور في الجلسة الأولى والأخيرة، وعبرت على تحفظاتي أمام الناس جميعا وغادرت قاعة الاجتماع. صادق بالعيد العميد الرجل هذا اللي هو كان عميد عام 72 قبل ما يوصل الرئيس قيس سعيد إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية في وقتها، يعني رجل نقول احنا عميد قديم بصرف النظر على كل شيء، عمر وتجربة وقامة علمية، اللي حصل انه قدم مشروع وراهن عليه وحط بيضه الكل هو والعميد ابراهيم بودربالة والاستاذ امين محفوظ، حطوا في سلة واحدة وهي الثقة بالرئيس. وانا ما نفشيش سر لانه حتى الحديث اللي تم بيني وبينه عندما دعاني اول مرة للجنة قال نحن الرئيس عنا ثقة تامة انه المشروع الذي سنعده سيقبل به مع تعديلات بسيطة بحضورنا. اللي محصل هو العكس هذا، قدموا له نهار 20 ملي قدموا له حطوا على جنب وخدم، ممكن خذا منه 5 10 6 7 12 1% خدموا ما عيطلهمش. إذا كلام العميد ويتحدث على أنه الرئيس يستبله الشعب، حديث العميد على أنه مشروع الرئيس المنشور بعيد بعد السماء على الأرض، قالها البارح في إذاعة الديوان، بعيد على الأرض على السماء، بعد الأرض على السماء من يعني مقارنة بين مشروعه هو ومشروع اللي نشره الرئيس. إيش تحس بها؟ راجل مجروح، العميد مجروح، إحساس بالخيبة بالخذلان، لأنه هو راهن قالك مستحيل تلميذي ومستحيل رئيس ائتمنني على هذه المهمة، ولقيت الضرب والسحل والتنكيل اليومي من الناس الكل وخاصة من ثوار الوقت الضائع اللي جماعة لا على أساس أنهم يحب يسمعوا بطولات وهمية وعنتريات في الوقت الفاضي. وفي الأخير الرئيس يقابلوا بهذا، البعض يقول لك الجرح هذايا يخلي العميد يتكلم، بل أنه يدعو أحيانا إلى أنه عدم التعاطي جديا مع هذا المشروع. شكرا لك مختار الخلفاوي، غدوة نتقابل إن شاء الله في نفس الموعد.